احنا عايزين ناس في الدنيا تكمل معانا مش تكمل علينا. عايزين ناس طبيعية، ناس مسالمة طيبة، ناس صريحة، ناس واضحة، ناس بتبسط وبتهون الدنيا عشان الدنيا صعبة. محدش بيقفلك على واحدة، محدش بتلكك لك، محدش بيقولك ايه ده انت قلت، ده انت عملت. الدنيا بسيطة وسهلة. حد شايف ان الدنيا اصلا كلها على بعض ما تستاهلش، فقرر ان هو يعيش يومه ببساطة ويعيش الناس اللي موجودة في حياته ببساطة. فالشخص ده ممكن تقابليه تلاقيه مبهج مبتسم، أموره بسيطة، ممكن يكون في مشاكل كتير في حياته بس بيعديها بيمشيها. الدنيا بسيطة، ده اللي احنا محتاجينه في الدنيا. لو ده موجود في الدنيا احنا معانا الشخصية المرنة، المرنة الجميلة اللي بتخلي مشاكل الدنيا بسيطة وسهلة ويطمنك كده، يقول لك كل حاجة هتعدي واهدى كده والأمور هتعدي وتبقى زي الفل. شخص كده لما تكون مخنوق لما بتضايق تاخد منه دعم كده وتسمع منه كلمتين حلوين، يقول لك الدنيا بخير.